اهم حاجه الحمد لله يعني بعد لاكيميناسيون ديال لي ماتش اهم حاجه ما كانش عندنا لي بليسور، لان هو داك ديال كي ديالنا اللعابه الحمد لله عارفين يعني سون سو بلو مونتاج سون فور او نيفو ديال لي جي انديفيو ديالهم كنشكرهم، لانه كتعرف بحال هاد المباريات هادو يعني خصك تكون عندك المجموعه كامله في اتم الجاهزيه ديالها. ففريق كيزا كنعرفوه كيعرفنا يعني فزنا عليه في خارج الديار ديالنا يعني في الديار يعني البوركينابية فزنا عليه ب 4-0 ونهزمنا معاه في الملعب ديالو، ولكن هذه مباراه ديال المجموعات ماشي مباراه ديال نصف النهائي. اللاعبين عارفين شنو كنهضر مباراه غدا ان شاء الله يوم السبت، اهم شيء وهو يعني حفزنا اللعابه بريبارم سو لو بلون مونتا. كنعرفوا هذه المباراه هذه كتعرف ماشي كتعرف الوداد يعني سادس مره على التوالي كتشارك في هذه الكاس هذه الغاليه. الان الانظار كلها متجهه لاربع الفرق اللي غادي تلعب هذا النصف النهائي. اللاعبين فمهتم الجاهزيه، شفنا يعني دي سيكونس فيديو خدمنا عليهم اليوم، شفنا نقاط القوه نقاط الضعف ديال فريق كايزر. نتمنوا من اللعبه ان شاء الله في يوم لو جور ديال الماتش يكونوا في لو توب ديالهم، لان هو كتعرف انه ماشي الوداد اللي كتلعب، هذا راه رايت المغرب اللي كتلعب. ونتمنوا ان شاء الله اهم حاجه وهو يعني لي 3 بوان كيلكو سوا يعني الماتش حنا خصنا المهم هما لي 3 بوان ديالنا. اسمع، ما كتشوف ان جا الوقت ان الفرق المغربيه يستافدوا من الجماهير؟ شوف هذه المساله هذه كتبقى، شوف هذا مطلب جماهيري، ولكن كتبقى السلامه ديال البلاد ديالنا اهم شيء، لانه كتعرف الحمد لله البلاد ديالنا خدات واحد خطوات ايجابيه، وكل شيء كينوى بالسياسه الرشيد ديال سيدنا الله ينصرو والتعليمات ديال وزاره الصحه المسؤولين على البلاد. يعني كتعرف المغرب صار معادله صعبه في افريقيا وحتى في العالم، باسري كل شيء كينوى بالبلاد يعني بالمغرب. كيفاش المغرب الحمد لله يعني تغلب على هذه الجائحه بفضل الله سبحانه وتعالى، وكنظن حنا مع التعليمات ديال المسؤولين اي حاجه اللي تيديروا لي في مصلحه البلاد ديالنا هي اهم حاجه.